ملي توفى ولدي هادي شهرين، حيت بعض الناس ملي شافوا الضجة الأخيرة كيسحب ليهم واش ولدي عاد توفى شي 4 أيام عادي. صراحة ما كنتش منتظرة غادي يوصل لهذا الشيء كامل. في الأول شافوني الناس في كانوا دي زانترفيو قبل، كانوا شي 6 ولا 5 كانوا، المهم كان شافوهم الناس صافي وحبس التحقيقات، حبسات مشى المراجع كلها هي وداك الشيء باش يكمل في محكمة الاستئناف. وكنت كنتسنى شي نهار يعيطوا عليا، يعني الامور دارت التحقيق دار كان غادي مزيان، قدام الناس بنزاهة بإنسانية وكل شيء، حتى دارت زيارة ديال صحاب ولدي. صحاب ولدي داروا داك لا فيديو شفتو، ولكن ما كنتش منتظرة انه يدير هاد الضجة كاملة. لاباج غرين بوز اوفيسيال شافوها الناس، زعما ولدي ولا معروف في كل شيء عند الناس كاملين، قضية ولدي وهذا تعرفات. لا فيديو تحطت بحال قلت تحطت اليوم، الغد شفنا ردة فعل ديال الناس كاملين. بالليل جاوني ناس مسؤولين هذا كبار، واحد الناس والي الامن ديال الدار البيضاء، المدير ديال ولايه الامن، واحد السيد اخر مع واحد السيد ثالث معاهم. تما عرفت قصه قضيه كبيره بزاف. هما اللي وصلوا لي الميساج ديال السي الحموشي انه كاين معايا وغادي يتولى شخصيا هاد القضيه، فارتحيت. صيفطوا لي سياره خاصه داتني للفرقه الوطنيه، بعد ما كان الدوسي داز في ولايه الامن تهز كل شيء مشى للفرقه الوطنيه. تما غادي تعمق الباحث مع بعض اضافات اللي داكشي المستجدات اللي عرفت. كنا كنديرو في المحضر ديالنا وسميتو، اذا بهم قالوا لي تكلمي لواحد بيرو اخر. ملي مشيت استقبلوني الناس مزيان، تهلاو فيا، الانسانيه ثم الانسانيه عندهم. قالوا لي راه غادي مكالمه من عند السي الحموشي. انا السي الحموشي كنت كنقلب نمشي، درت نداءات في واحد تدوينه درتها في الفيسبوك، نداء السي الحموشي. موراها تجرأت، حيت في الاول ما كنت بغيت نزعج كاع جلاله الملك في هذا الموضوع. قلت راه الناس اللي هذا راه غادي يديروا، ولكن ان فناضت الضجه ما علينا. المهم دوا معايا بكل تواضع، بكل تواضع. سعاده الحموشي يعزيني في ولدي ويقول لي انا خوك، قال لي اش تعتبريني خوك، وشرف ليا يكون الاخ ديالي وقف معايا في هذه القضيه. قال لي اللي دار الدم يستاهل العقوبه. قلت ليه نعم سيدي، اللي دار الدم يستاهل العقوبه ولو نكون انا. ملي دخل سعاده الحموشي في هذه القضيه، كما عرفنا بزاف لي دوسي دخل فيهم، وصل للحقيقه وعطى كلا الطرفين، كل واحد كلا الطرفين سامعوا لي في قضايا اخرين، وكل الطرفين خداو حقهم. اللي ظالم راه ظالم، اللي مظلوم راه مظلوم، عندي ما فيهاش شك. فرحت بزاف، وشكرا الناس اللي تعاطفوا معايا، شكرا الناس اللي داروا الهاشتاغ، شكرا لي غرين بوز البويز. زعما انا حتى الكلمه ما كنتش كاع، واحد المره ديال 49 عام ما كانش عندي كاع شي حاجه تجاه ديال الكره. والله يرحم ولدي يوسف. ملي غنسدو الكاميرات كيف قلنا، ملي غادي يحبس هادشي الحقيقه اللي غادي تبقى. يوسف ولدي الله يرحمه، يوسف ولدي مشى ليا، ولدي مشى ليا كبدتي، مشى ليا واحد الشاب اللي كنت كنترجى فيه بزاف الحوايج، كأم اللي ربات ولدها مطلقه، ربات بوحدها. كانوا معايا والديا با الله يرحمه، امي، خوتي. كان سأل علاش يمشي هذا الولد وفي هاد الظروف، لو كان غدار علاش كون غيستاهل. نقول احو بردت ولدي دار علاش. ولدي كان غادي جنب الحيط، شاب عنده 21 عام، ما عنده حتى شي حاجه، نقطه سوداء ما كايناش. هاد التضامن شنو كيبين؟ كيبين لان المغاربه كلهم متحدين، كيبين ان ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير الله، الوطن، الملك، والانسانيه في المغاربه كاملين. انا عجبني الحال ان ولدي قدر يوحد الوداد والرجاء،
راه عارفين شنو انا غار من خلال هذا الشيء ديال ولدي. بديت كنقلب هذا نقلب واحد فريقين، وهذاك يوسف، هذاك يوسف اللي هكا كان يوسف. إذا كانوا شي جوج مخاصمين شنو كيدير؟ كيبدا يضحك حتى كيصالحهم. يشوفك مقلقة يبقى لك حتى يصالحك. واحد الأم جات عزاتني قالت لي لا ما ضعتيش فيه انت بوحدك، ضعنا فيه حتى حنا. كان ولدها مبلي، الله يعفو على الوليدات كاملين، تبعوا شهر اللي ما قدروش يديروا طبيب داروا ولدي في شهر، تبعوا حتى حيد منه البليه، حتى رجع هذا الولد للطريق. علاش يعوض الله يموت ولدي؟ انا ماشي ضد مشيئه الله، الحمد لله بعطيت الله، الحمد لله بعطيت الله، ولكن ما سخيتش بولدي، عباد الله ما سخيتش بولدي، وبغيت يبان حق ولدي، حق الوليدات كاملين. هاد الشيء ما يزيدش يوقع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.